بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سامح درغام. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد إن شاء الله. في الفيديو دوت هنتكلم عن برنامج رائع جدا، برنامج بيبحث عن الملفات على الهارد ديسك اسمه Everything. البرنامج ده روعة، لو جربته مش هتستغنى عنه أبدا. البرنامج ده بيبحث على الهارد ديسك أيا كان حجمه، 1 تيرة، 2 تيرة، أي حجم أو أي هاردات متوصلة عندك على الجهاز بيبحث فيها، بيبحث مهما كان عدد الملفات عندك على الهارد بيبحث فيهم وبيطلع لك النتيجة في ثواني معدودة. يعني بمجرد ما تعمل بحث بتظهر لك النتيجة، أسرع من بحث الويندوز وأجمل، وممكن تحفظ كمان نتيجة البحث بتاعتك بحيث أنت ترجع لها في أي وقت، وبتقدر تستعرض نتيجة البحث بكذا طريقة زي ما هنشوف مع بعض. هنفتح جوجل ونكتب everything، داونلود. هنفتح اول نتيجة طالعة عندي اللي هي بتاعت void tools اللي هي everything download. هنضغط عليها بيجيب لي هنا التحميل، بتختار النسخة اللي عندك، نسخة 64 بت اللي هي داونلود انستولر 64 بت، بتضغط عليها. انا عشان ما احملها قبل كده هي هتظهر عندك كده، لو انت عندك الداونلود مانجر وبتعمل داونلود بيحملها لك اهيت. هتفتح الفولدر هتلاقي everything 64 بتس. طب تمام، هتعمل عليها دبل كليك وبتختار انجلش يو اس وتعمل اوكي وتقول له انا اجري، اي اجري ان انت موافق على الشروط بتاعت الاستخدام وكل الخطوات اللي جايه. نيكست نيكست، بتعمل نيكست نيكست وبعدين بتعلم على كل الخيارات. تمام، ولو عايز تعمل ان هو يتشيك على الابديت اول ما يشتغل ماشي براحتك زي ما انت عايز، انا مش هسيبها من غير ما اعمل عليها تشيك وانا بحدثه كل فتره. يعني لو عايز هو يشيك يعمل لك فحص للابديت ويظهر لك رساله يقول لك البرنامج عايز يتحدث، فعلم عليها براحتك. يعني ممكن نعلم عليها عادي ونقول له انستول يس وبعدين ران everything ونقول له موافق. تمام، دي الشاشة اللي بتظهر لك بتاع البرنامج ده، عنوان البرنامج everything، ودي الشاشة بتاعته. في خطوات لازم تعملها الأول قبل ما تشتغل على البرنامج. هو بيقعد ثواني عشان يعمل الفهرس بتاع الهارد، ثواني معدودة يعني 3 4 ثواني أو 5 ثواني بالظبط يعني. تمام، بتيجي على قائمة فيو وتعلم على 3 حاجات، فيو فلتر وفيو بريفيو وفيو ستاتس بار. هنعمل فيو فلتر، بيجيب لي هنا الفلتر اللي بتختار منه سواء كل البحث عن كل حاجة أو ملفات الصوت أو الملفات المضغوطة أو المستندات أو البحث في الملفات التنفيذية أو البحث عن فولدرات أو البحث عن صور أو البحث عن فيديو. تمام، دي أول حاجة اللي هي فيو فلتر بنعلم عليه. تاني حاجة فيو بريفيو، بيجيب لك النافذة ديت بحيث انت لو بتبحث عن صور أو فيديوهات وتضغط عليها بيستعرضها لك في الشاشة الفاضية البيضة ديت. تمام، تالت حاجة فيو ستاتس بار عشان يجيب لك الستاتس بار دوت اللي هو نتيجة عملية البحث ويقول لك كم ملفات لقاها وكده. فاحنا مثلا هدور على ايه، بوسترات مثلا، تمام، شايفين ان هو بيبحث بسرعة جدا وبيطلع الملفات في ثواني معدودة، يعني يعتبر جميل جدا، اسرع من البحث بتاع الويندوز بمراحل وبرنامج روعة جدا. هنقول له مثلا البحث مش في كل الملفات، هنقول له البحث في الصور بس عشان هنا في البحث مطلع لي فولدرات وملفات فيديو وملفات صور، انا هقول له البحث عن الصور بس، فجاب لي البوسترات اللي هي اللي فيها اسم البوسترات اللي اولها بوسترات او بتحتوي على كلمة بوسترات. تمام، عايز مثلا ابحث عن ملفات الايزو اللي عندي على الجهاز، بعمل نجمة دوت والامتداد بتاع الايه الملفات ايزو مثلا. تمام، واخلي البحث everything في كل الملفات، جاب لي كل ملفات الايزو اللي عندي على الجهاز. تمام، نفس الطريقه ممكن تتبعها في البحث عن اي نوع من الملفات، يعني بحث مثلا عن نجمه دوت جي بي جي مثلا، نجمه دوت بي ان جي، نجمه دوت بي اس دي مثلا، جاب لي كل ملفات البي اس دي على الجهاز. تمام، واقدر ان انا ارتبها حسب المسار بتاعها
تمام. اقدر مثلا ادور على ملفات البايثون اللي هي البي واي دي، كل ملفات البايثون اللي عندي على الجهاز، واقدر اكتبها حسب المسار او حسب الاسم كده، حسب الاسم كده، حسب المسار او حسب الحجم او حسب تاريخ فتح الملف او تعديله. تمام، البرنامج رائع جدا، ولو جربته مش هتستغنى عنه ان شاء الله. وبعدين انت مثلا، انا عايز ابحث عن ملفات الايزو كلها اللي موجوده عندي على الجهاز، بعمل نجمه دوت اللي امتدادها ايزو، جابها لي كلها. طب انا عايز احفظ نتيجه البحث دوت، باجي على قائمه بوك مارك واقول له اد بوك مارك، هيجيب لي ملف البحث اللي انا بحثت عنه، كلمه البحث اللي انا بحثت عنها، وبقول له ضيفها لي للبوك مارك، هو بيجيبها اوتوماتيك، بقول له انا اوكي كده ضفها لي في البوك مارك. كده مثلا انا بحثت مثلا عن دوت بي اس دي، ملفات الفوتوشوب، عايز مثلا اعمل بوك مارك اد نجمه دوت بي اس دي، احفظها في البوك مارك. مثلا انا بعد كده قفلت البرنامج، هو بيفضل تحت في التاسك بار اهوت. تمام، عايز ارجع لاي بحث، بدل ما اقعد اكتب بقى البحث من اول وجديد، بفتح البوك مارك اقول له بحث عن ايزو يجيبها لي، اقول له بحث عن على البي اس دي يجيبها لي. طريقه جميله جدا، البرنامج رائع جدا، وان شاء الله مش هتستغنى عنه. من ساعه ما جربته ما استغنيتش عنه، ان شاء الله بقى لي كام سنه شغال بيه، وبرنامج بصراحه في منتهى الروعه. وهسيب لكم الرابط بتاع التحميل تحت الفيديو ان شاء الله، واتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو دوت. كان معكم اخوكم سامح درغام، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.